أكد متظاهرو ساحة التحرير إصرارهم على البقاء في ساحة الاحتجاج لحين تحقيق المطالب بالرغم من مخاطر انتشار فيروس كورونا. المتظاهرون ذكروا أنهم سيبقون صامدين بوجه كل التحديات حتى وإن انتشر فيروس كورونا، لافتين إلى أنهم باشروا بإجراءات لمواجهة الفيروس من خلال توفير الكمامات والمواد المعقمة. ساحة التحرير نجيبكم صامدين، لو مو مرض كورونا احنا صامدين، لو مو مرض كورونا كل أمراض تجينا احنا باقين، لأن احنا صاحبين القضية وصاحب القضية ما يتخلى عنها. رغم الظروف، ظروف المرض، مرض فيروس كورونا اللي مر به البلد، احنا راح نبقى نطالب بحقوقنا وباقين بسلميتنا وباقين بتظاهراتنا، واحنا اللي راح نحمي نفسنا، احنا اللي نشتري الكمامات، واحنا اللي نشتري المعقمات، واحنا اللي نشتري الديتول.